حاجات كتيرة في الحياة بنتمنى نطولها وساعات بنعيش لحظة إحساس تسعدنا أيامنا بطولها. في حاجات كتيرة في الحياة بنتمنى نطولها وساعات بنعيش لحظة إحساس تسعدنا أيامنا بطولها. مالها الدكتورة ميرفت؟ كانت مع الحالة اللي في أوضة 14 وتهجم عليها وأغمى عليها. خير يا دكتور؟ خير اطمن، كان حالة إغماء بسيط وفائت دلوقتي. طب اتفضل حضرتك. طيب على إذنكم. إيه اللي حصل يا ميرفت؟ مفيش حاجة عادل، أنت عارف حالة الإسهاب المخدر تبقى قد إيه صعبة؟ وانا نبهت عليكي 50 مليون مرة ما تدخليش الحالات دي لوحدك، لازم يبقى معاكي ممرض او ممرضة. معلش حصل خير، هما دول حقن دلوقتي وهيناموا ويستريح. وانتي حاسة بايه دلوقتي؟ مفيش، انا بس اتخضيت. طب اهدي ان شاء الله هتبقى كويسة. عادل ممكن تروح تطمن عليه؟ انا عايز اطمن عليكي انتي، تحب اوصلك البيت؟ لا انا اقدر اسوق، مفيش داعي. لا انا هوصلك البيت وبنفسي من فضلك. بس تعمل شويه في المستشفى، هي كل اللي محتاجاه شويه راحه وتتغدى غدوه كويسه وتنام. طب حضرتك اتفضل. لا معلش انا لازم ارجع المستشفى. هطمن عليك بالتليفون. على اذنك. في ايه؟ طب يا دكتور ما تستنى شويه اشرب حاجه. شكرا. عندي شغل بعد كده، عندي ميعاد مع المحامي.
وبعدين معاكي يا نرمين خلاص بقى. بقول لك ايه؟ خليكي جنبها لغايه ما اجي. اوكي؟ يلا باي باي يا نرمين، باي باي بقى. انا هلاقيها منين ولا منين؟ ليش يا حبيبتي؟ انت عارفه ان ميرب طول عمرها رقيقه وحساسه. بس انا بصراحه مستغربه قوي يعني من تصرفات ماما. ازاي تبقى عارفه ان ميرب تعبانه بالشكل ده وما تجيش؟ هي عندها ايه اغلى من ولادها عشان تهتم بيه يعني؟ بهدي شويه ضناي وقولي لي هي قالت لك ايه؟ بتقولي ان عندها ميعاد مع المحامي الزهر علشان مشكله ريهام. عرفتي يا حبيبتي بقى انها غصب عنها انها ما جاتش. ربنا يوفقها يا رب. ايه ده، بس احنا محتاجين لها. مامي على طول مشغوله ومش فاضيه لنا. مش فاضيه لكم ازاي يا ضنايا؟ اذا كان هي راحت للمحامي دلوقتي مخصوص عشان خاطر ريهام. ريهام؟ علشان خاطر فلوس ريهام. مامي اهم حاجه عندها في الدنيا الفلوس. يا بنتي حقها ولازم يرجع لها. يا دادا احنا محتاجين لها. محتاجين حضنها. محتاجين احساسها بينا. محتاجينها تقعد بس وتتكلم معانا. طب والشغل مين يشوف؟ دي ماما يانا شافت ايام بابا الله يرحمه، دي ما كانتش بتشيل عود الياسمين، فجأة لقت نفسها لوحدها مسؤولة عن أربعة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليكم ليها يا رب. فاحنا بقى ما يصحش إن احنا نزعل منها، بالعكس احنا لازم نقف جنبها ونساعدها يا ضناي. بس أنا زعلانة قوي يا ماما رفت، دي عمرها في حياتها ما عملت مشكلة ولا عمرها حتى اشتكت من حاجة. دايما يا عيني لما بيحصل لها مشكلة بتكتمها جواها. الأستاذة يوصل حالا، اتفضلي. شكرا يا عبد، شكرا. مكتبه شيك. لا ومحامي كويس قوي. قولي له كل اللي عندك، ما تخبيش عنه حاجة. وانا عندي ايه عشان اخبي عليه؟ انا كل اللي عايزاه منه اني اضمن حقوق ريهام وابعد عنها كل الوحوش اللي حوالينا، من وحيد اسماعيل لسمير وعلوي اخوات رفعت واللي طلع لنا الجديد شوقي الشرقاوي. طيب انا هعرفك بالمتر مروان وهنزل. ليه؟ انت هتسيبني وتنزل ليه؟ عندي شويه مشاوير كده هخلصها وبعدين اكلمك اعرف ايه اللي حصل. اطمني مروان العبد ما بيخسرش قضية. ميرسي يا جميل، حقيقي متشكرة قوي. أنا بتعبك معايا في كل مشاكلنا. مروان بيوصل. أهلا 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 وسهلا. إزيك جميل؟ أهلا يا هانم، أهلا وسهلا. أنا آسف للتأخير، كان عندي قضية في الغياب. لا أبدا، إحنا ما بقلناش زمان. إزيك؟ فين يا رب؟ إزيك أنت؟ الهام هانم عندها مجموعة مشاكل تخص بنتها ريهام وهي عاوزة قضية رفعت رمزي والهجوم المستمر من وحيد اسماعيل. أنا عندي فكرة عن الموضوع، بس يا ريت بقى الهانم يعني تديني بعض المعلومات ونسمع الموضوع من أوله. أنا بس كل اللي طالبه منك نرد على الحملة اللي قايم بيها وحيد اسماعيل. الدوسيه ده في كل النقط اللي هنرد عليها، اقريها كويس وتعالي نراجعها سوا. مش عايزك تضعف يا ريهام، ولازم قلمك يتحرك. هناك شيء ما يحركني يدفعني دفعا إلى قراءة عيني. ما الذي تفعله في قلبي صغيري؟ هل هيك فيك تمزقا؟ إن الجرح ما زال ينزف رغم أنه قد بدأ يلتئم. أخشى عليك من عذابك مرة أخرى.
أخشى عليك من مرارة ألمي. أفق عتبي إلى حيث كنت وأعدك بأننا سنلتقي، سنلتقي حين تندمل جراحك. لا تخف، فأنا أشعر بك، فأنت ملك يميني، فنحن دائما في معاهدة سلام. لم يعد لي غيرك فرفقا بي. قمت ايه من سريرك حبيبتي؟ لقيت عليكي. ايه ده، انت بتكتبي حاجه؟ نعم، حاجه كده جت على بالي. الله، بتقطع الورق ليه يا ريان؟ اصلها حاجه مش للنشر. حتى لو مش للنشر اعتبر انه نوع من تفريغ المشاعر. الكتابه في حد ذاتها شيء ممتع. ريهام، انا عايزاك تبتدي تفكري في نفسك شويه. طمنيني انت بقى، عامله ايه مع عادل؟ ده باين عليكي انا قلقان عليكي قوي. هو عادل انسان طيب ورقيق وحساس، انا ما قلتش حاجه، بس اللي بينا لحد دلوقتي مجرد صداقه، وصداقه انا بحترمها. طب ما هي احيانا الصداقه دي بتتقلب لحب. ما خبيش عليكي، يعني هو بيحاول بس انا. بس انتي ايه، في حد تاني؟ لا خالص، بس يمكن اختلطنا ببعض كل يوم، هو ده اللي ما ادانيش الاحساس بالحب. بصي بقى يا ميرفت، اوعي تضيعي احساس حلو كاني في حياتك. انسيني انا خالص، انسي تجربتي، خصوصا ان عادل ما عندوش اي مشكله. يعني عندك انا مثلا حبيت في يوم من الايام ادهم، وادهم ما قدرش يتمسك بيا، ما كانش عنده القوه دي. انت بقى في حياتي شيء واهن ضعيف، بقى ماضي. الحب محتاج لحمايه، وانا لسه لحد دلوقتي ما لقيتش الحمايه دي. طب ومراد؟ مراد، مراد انسان عظيم، عامل زي الجراح الشاطر، رجع لي ثقتي بنفسي مره تانيه. مسك ايدي وانا بكتب كاني بكتب لاول مره، وقفني على رجليا تاني، عمل لي عمليه قلب مفتوح، كان بيحاول يشيل بيها كل العذاب اللي جوايا. مراد كان بيحاول يطهر الالم اللي سبب فيه غيره. تصوري، قدر يحرك مخي للاتجاه الصح. فهميني؟ فهماكي طبعا، وفهماكي جدا. شوقي بيه، انا جايه لك النهارده عشان تحميني من سمير. ده بني ادم مجنون، وانا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. كماليا، انت عارفه انت عزيز عليا قد ايه. كل اللي بطلبه منك انك ما تخافيش منه خالص. وانا كل اللي عايزاه منه انه يطلقني ويسيبني انا وبنتي نعيش في حالنا. هو الجواز ده تم عند مأذون ولا عرفي؟ للأسف عرف. أنا في الأول كنت رافضة الجواز بالطريقة دي، لكن في لحظة وافقت وضعفت. بعد موت أخوه بقى بني آدم مجنون، وديك شفت يوم الحفل عندك اتهجم عليا إزاي؟ هو طبعًا أوضاعه المالية دلوقتي زي الزفت، خصوصًا إن فلوس رفعت رمزي كلها بره، وأسرار شغل رفعت كانت مع نفسه أو مع المحامي بتاعه. يعني سمير دلوقتي بيمر بظروف غير طبيعيه، وانا بقى مش مستحمله الظروف دي. انا مش عارفه اشوف شغلي، انا خايفه يخش عليا في النايت كلاب وانا برقص ويعمل لي فضيحه. طب الورقه بتاع الجواز عرفي دي معاكي؟ ايوه، انا معايا ورقه وهو معاه ورقه. شوقي بيه، انا بلجأ لك، انا ماليش حد تاني الجأ له غيرك. ارجوك ارجوك، انا مش عايزه غير بس ان يطلقني. ايه ده حبيبتي، خالص بس أنا بس عايزة شوية تخطيط، لازم الصبر. سيبيني أفكر عشان أعرف نعمل إيه. أنا عايزك تطمني خالص يا ريهام، سيبوني دلوقتي تحددي لي ميعاد مع ريهام في أقرب وقت. أوكي، متشكرة أوي يا مروان بيه. وأنا هبقى أتصل بحضرتك عشان نحدد ميعاد. إن شاء الله. عن إذنك. شكرا. أي خير؟ يا
خالد احنا مش اتفقنا ان انا اللي هتصل بيك؟ طيب يا خالد اوكي، بس نبقى نتكلم بعدين. ايوه انا اصلي ما عنديش. طيب اوكي خلاص يا حبيبتي، نتكلم بكره بقى ان شاء الله. انت بتكلمي مين؟ دي واحده صاحبتي من ايام الكليه بابا. من امتى اصحابك يا ست هانم بيكلموكي في وقت متاخر كده؟ يا بابا مش معقول يا بابا، ولا تليفون ولا خروج ولا حياه خالص. حضرتك عايز نعيش ازاي كده؟ يا بنتي افهميني، انا خايف عليك، خايف عليك. من ايه بس يا بابا؟ من الوحوش اللي ممكن يتقربوا منك، متطمعين في فلوسك، في حياتك، حياتك كلها. مش عارف والله اقول لك ايه بس. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي حصل يا خالد؟ حصل ان انا لا عارف اكلمها ولا عارف اقابلها ولا عارف ايه اللي بيحصل لها. دي عاشر مره ابقى بكلمها على الموبايل وفجاه تقفل السكه. طب يمكن يا اخي زي كل البنات، ابوها واقف جنبها، اخوها دخل عليها، كل البنات كده. لا طبعا، هي غير كل البنات، دي نوعيه خاصه. هي لما كنا في الكليه كانت بتجري تروح بعد المحاضرات، لكن دلوقتي هي اتخرجت، يعني ما بقتش صغيره. طب انت عايز منها يا خالد؟ مش عارف يا ماجد، احساس غريب انها اتخلقت علشان. الاحساس ده كان موجود جوايا من زمان، بس ما اتاكدش الا لما شفتها هنا في المعرض. حسيت ان في حاجه بتجمعنا، كانت مليانه حزن ما قدرتش افسرها. حسيت ان في حاجه في حياتها، ايه هي مش عارف. عينيها كانت بتقول كده. خلي بالك بس ان لغه العيون دي كتير بتخدع. لا انا قلبي عمره ما يخدعني. قلبك ده الموضوع كبير بقى. احساسي انها محاصره من كل اللي حواليه. ازاي من كل اللي حواليه؟ مش عارف، انا كل اللي اعرفه ان والدتها متوفيه وانها عايشه مع ابوها واخوها، اكتر من كده ما عنديش اي معلومات. فبزيد معلوماتك بقى انها كانت بتيجي الكليه بعربيه احدث موديل وبسواق لابس جوانتي، يعني ابوها حد مش قليل. فانا بقترح. انا مش عايزك تقترح يا ماجد، مش عايزك تقترح. نهال دي اصلا كانت عايشه في احلامي قبل ما اعرفها. طب وليه ما اتحركتش قبل كده؟ ما كانتش بتديني فرصة، كانت بتخلص شغلها في الكلية وبتجري. أنا رأيي إنك تبعد، مهرها هيبقى غالي قوي وإنت مش هتقدر عليه. آخر مرة أسمح لك تقول لي إلغي الإحساس ده من جواك. الإحساس اللي أنا حاسه من ناحية نهال ده عمره ما حصل لي قبل كده، ولا عمره هيتكرر تاني. لا ده أنت وقعت فعلا. خالد فكر، واضح إن حواليها مشاكل كتير. أنا هعرف أدوب المشاكل دي، مسألة بس محتاجة شوية وقت. مش عارف أقول لك إيه، اختصر المسافات وتروح تقابل أبوها؟ تفتكر يعني أنا ما فكرتش في كده؟ بس منين وازاي؟ من عمي اللي وقت الايراد ارض ابويا الله يرحمه، ولا من المعارض اللي بنعملها كل سنه مره؟ ما ترفع قضيه على عمك ده يا سيدي. امي رافضه، بتقول ما ينفعش يبقى في ما بيننا وما بين بعض قضايا، وراضيه بالقرشين اللي بيبعتهم لها كل شهر. وانت ازاي ساكت عن الكلام ده؟ احتراما لاسم عيله الرحاله، انت ما تعرفش ابويا كان غالي عندي قد ايه. طيب اسيبك انا بقى، اخلص شويه مشاوير كده وهستناك. اوكي، وانا اخلص شغلي وعدي عليك نبقى نتعشى سوا. يا حبيبتي فهميني، مروان العبد شغلته يقف جنبك، هو هيعمل حصر لكل ممتلكات رفعت اللي بره وهيقولك، ولما يجي المحامي هيقعد معاه ويتفاهم. ماما ايه؟ انت ما بتزهقيش؟ انا قلتلك قبل كده اني مستغنيه عن اي مليم هيسيبه رفعت رمزي. جرايه يا ريهام، الفلوس دي من حقك، ما تفكري فينا شويه. انا مش عارفه انتوا ليه مصرين تناقشوني كتير في الموضوع ده. ماما الفلوس دي فلوس حرام، فلوس حرام. أرجوكم تبطلوا تكلموني في الموضوع ده خالص. يعني إيه مش عايزة تتكلمي في الموضوع ده؟ الفلوس دي قانون. أنا ما بتكلمش بقى في القانون يا هالة، أنا بتكلم في المبدأ. المبدأ يا ماما؟ ده راجل كان بيشتغل في شغل مشكوك فيه، يعني فلوسه كلها حرام، وأنا لا يمكن أبداً هقبل قرش واحد فيهم يجي في إيدي، واللي ما أقبلوش على نفسي مش ممكن أبداً هقبله عليكم. أنتوا ليه بتتعبوني كده؟ ليه مصرين تخلوني احارب في مليون جبهة؟ واتحدث هنا عن شرف القلم، عن كرامة الكلمة. فللقلم شرف وللكرامة كبرياء، فليس معنى التخلص من قصف الأقلام وإتاحة الحرية لها أن تستغل هذه الحرية أسوأ استغلال، وخاصة إذا كانت بغير سند
أو دليل. أتوجه بنداء عاجل إلى أصحاب القلم بمراعاة ضمائرهم، فالضمير هنا هو الفيصل بين الحق والضلال. تنزل مطار ده. حاضر يا فندم، طلب حاجة تانية؟ لا أنا هروح، لو في أي حاجة كلموني في البيت. حاضر يا فندم. مساء الخير يا معلم. مساء الخير يا أستاذ. هطلبك فين لغاية دلوقتي؟ أنا حضرت العشاء ثلاث مرات لحد دلوقتي. أنا فعلاً هموت من الجوع. هطلع غير هدومي ينزل على طول. حضرتك عايزين نفرح بيك بقى والفرح يخش بيتنا. اول ما الاقيها راجل عجوز مش هستنى ثانيه واحده. يلا حضر لي العشاء. عيني حاضر يا استاذ. بقولك يا سامي، مش ملاحظه ان في عربيه غريبه ماشيه هنا؟ ايوه دي عربيه الاستاذ سمير. سمير؟ ماشي يا سمير، ما اشوف بقى انا ولا انت. اقفي يا مدام كاملي، اقفي يا مدام كاملي، اقفي. بس ما تخافيش. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا سمير؟ قلت لك انا مش عايزاه. انت هتبعد ولا هلم عليك الناس؟ عايزه حاجه مهمه، مش هينفع الكلام بالطريقه دي. ما بقاش في كلام بيني وبينك. ارجوك ابعد عني بقى، مش عايزه اعرفك. كمان يا فرح، روحي يا حبيبتي خشي مع سمر شويه وانا جايه لك. الو شوقي بيه، انا اسفه ان انا بكلمك فوقت متاخر بالشكل ده، بس حقيقي انا مش عارفه اعمل ايه. بعد كده. طب بصي بقى يا حبيبتي، من بكره هيكون عندك اتنين بودي جارد هيلازموكي على طول، ساعتها بقى مش هيقدر يقرب لك. لا 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 لا، نامي واهدي خالص، بكره الصبح هيكونوا عندك. ايه؟ معقول؟ وانا عندي اغلى منك؟ لا يا حبيبتي. طيب مع الف سلامه. ايه الحكايه؟ قلبك راح فين يا باشا؟ لا ما تخليش مخك يوديك لبعيد، انا قلبي في حته تانية خالص. اقدر اعرفه؟ حتة بنوتة صغيرة مارون جلاسيه، خيالها ما بيفارقش خيالي أبدا، بس خسارة شخصيتها جامدة أوي، عايزة تكتيك على أعلى مستوى. تكتيك يا باشا؟ اشتغل يا أخويا اشتغل، بس عايز أعرف مين هي بقى. مش وقت يا فؤاد، بعدين كل حاجة في وقتها. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ ده انا على طول صاحيه ما بنامش يا قمر. انت بقى ايه اللي مصحيكي؟ يعني كان عندي شويه شغل كنت بخلصه. صوري دي اول مره نقعد مع بعض لوحدنا من ساعه ما رجعت من السفر. ايه اخبارك؟ ما عنديش اخبار، انا اهم حاجه عندي شغل. طب ورأفت بتشوفوش خالص؟ ياه انت لسه فاكره؟ ده كان لعب عيال. أنا دلوقتي بفكر بطريقة تانية خالص. أنا أهم حاجة عندي الفلوس والحسابات والأرقام.
الفلوس مش كل حاجه. الفلوس كل حاجه. طب خديني هبره شوفي اللي جرالي. اللي جرالك ده عشان ما بتفكريش، ما بتدوريش. انا بقى لازم اقول شرطي من الاول خالص، لازم اكون مأمنة نفسي، لازم يكون عندي فيلا وفلوس في البنك، والحب ده يجي بعدين. غلط، حساباتك غلط كلها يا هبة. شوفيني انا عشت عمري كله مع جوزي، ما قدرتش احب. لو كنت مأمنة نفسك ما كنتيش وصلتي للي انت وصلتي له ده. مأمنة نفسي؟ انا كان كل همي اني اخلص منه. انا كرهت الفلوس. انت ما كرهتيش الفلوس ولا حاجة، انت كنتي ضحية كبريائك، كنتي في حالة انتقام من ادم عبد الكريم. جايز ادم الدنيا قلم على وشي وما جا واعترف لي وقال ان بابا كان رافض جوازنا. يومها حسيت بجرح كرامة، حسيت بالرفض ومعناه، حسيت ان قلبي تاه من بين ضلوعي. صدقيني ساعتها ما كنتش عارفة الاقيه. يوم ما قابلني في الإشارة وقال لي إنه عايز يشوفني، حسيت إنه بيقتلني وبيجرح كرامتي لتاني مرة. كان عايز يعمل إيه؟ بيدور على مبررات؟ كان عايز يقول إيه؟ عشان يقولك إنه طلق مراته ويحاول يرجعك تاني. يبقى مفهمش، مفهمش وما كانش عايز يفهم. أدهم عبد الكريم لازم يفهم كويس قوي إن ما كانش ينفع أبداً أرجع له. ما ينفعش أبداً أكسر قلبي مرتين. هل أنا حاسة إن كل اللي حواليا بيطاردوني ومش عارفة عايزين مني إيه؟ أنا عايزة أعيش في هدوء، عايزة أعيش في حالي، مش عايزة أي حاجة من أي حد. لا أنا عايزة أرجع تاني لأدهم عبد الكريم، ولا عايزة حب منه، ولا طايقة حتى زن ماما عشان ترجع لي حقوقي، ولا بقيت حتى طايقة نظرات الشفقة اللي بشوفها في عيونكم. أنا ملك يا بنتي، ملك. حاسة بإيه؟ حاسة بمغص، مغص فظيع. طيب أجيب لك الدواء؟ مش عايزة دواء، أنا عايزة عمري، عمري اللي راح. قريت مقال مراد طاهر النهاردة؟ لا، قريت أنت بقى آخر تقرير وصل عن ممتلكات رفعت رمزي وبالصور كمان. ده ايه ده كله اخويا؟ ده قصر في المنصورية وقصر في القطامية وجزيرة في الغردقة. لا لا لا، منين ده كله؟ ايه الطريق الشرعي اللي ممكن يوصل للحاجات دي؟ انا نفسي اعرفه عشان انا شخصيا عايز اخد الطريق ده. بقول لحضرتك ايه؟ كل ده ممكن في ظل الظروف اللي احنا عايشينها، وده نتاج اقتصاد حر كلنا موافقين عليه. ده ايه حكايتك يا رجل؟ انت كل شوية تدافع عن رفعت. يا فندم انا مش بدافع عن رفعت ولا حاجة، بس تعالى خلينا في اخطاء رفعت الحقيقية. نصب على البنوك، عملية غسيل أموال، توظيف أموال، تهرب ضريبي، دي كل المستندات اللي تحت إيدينا. إنما بيملك إيه؟ في ناس كتير قوي عندها أملاك مفيش داعي إطلاقا إن احنا نشاور لهم عليها بأصابع الاتهام. ولا أنت حضرتك هتعتبر الملكية شيء غير مشروع، وهتحط أصحاب الأملاك في إطار غير شرعي؟ حلو قوي اللي أنت قلته ده، بس الكلام ده ما ينفعنيش أنا. جايز ينفع مراد طاهر، هو بيفكر بنفس طريقتك دي. بس على فكرة يا رشدي، لو فضلت تنتقدني كده في الموضوع ده هيبقى في تفكير تاني بالنسبة لك. طيب بعد إذن سعادتك، أنا مش عارف ده تهديد ولا أعتبره إيه بالظبط. لا يا رشدي، ده مش تهديد ولا حاجة، بس أنا ما أقدرش أسمح إن المحررين بتوعي يبقوا فؤادي وأنا بفؤادي تاني. عندك حق يا فندم، وأنا مش هسمح لنفسي أبقى بكرر صوتك في كل مقالاتي. أنا برضه ليا رأي. أستأذن حضرتك. براحتك يا رشدي، مع السلامة. شكرا. هقول لك ايه؟ ديكتاتور ما بيسمعش غير صوت نفسه،
انا بكره هروح اقدم رسالتي. ارجوك ما تتسرعش، استنى بس لما تشوف انت ناوي تعمل ايه. من غير ما اعرف انا هعمل ايه، انا الحمد لله لسه اسمي موجود. ما قدرش وحيد اسماعيل يخنقه زي ما بيحاول يخنق كل اللي حواليه. احساسه بالانا بقى اعلى من اي صوت. رشدي اوعى اكون انا السبب، اقصد يعني المقالات اللي وحيد اسماعيل مصمم انه يكتبها ضدي. اوعى تقولي كده يا ريهام، دي مساله مبدا. وبعدين انا طول عمري بحترم قلمي، ولسه ما بقتش صغير عشان حد يمليني اللي بكتبه. انت ايه علاقتك بمراد طاهر؟ يعني اصحاب بس ما بنتقابلش كتير، في المؤتمرات في النادي. ليه بتسالني؟ انا بفكر اني اكلمه لك تشتغل معاه في الجريده، والحقيقه هو ممكن يرحب قوي. انت صحفي مهم والناس كتير قوي بتحبك وبتقرا لك. لا لا لا، انا افضل اعرض قضيتي بنفسي وبعدين بلاش احط في موقف محرج. بالعكس، موقف محرج ايه؟ انت صحفي مهم وليه قراء كتير جدا. لا انت تحت التمرين ولا لسه يعني بتدور على شغل. خليني اكلمه لك. طيب استاذن. اتفضل يا رشدي، انت شرفت. اتفضل. ماما انت هنا؟ ما رحتيش الشغل ليه النهارده؟ يا حبيبتي مش احنا كنا متفقين نروح شهر العقاري النهارده؟ شهر العقاري؟ فكريني ليه؟ يا نهار ابيض يا ريهام، انت بقيتي تنسي كلامي. مش احنا كنا متفقين نروح شهر العقاري عشان تعملي توكيل لمروان العبد المحامي؟ ونسيت خالص، هو ضروري قوي اجي معاكي النهارده شهر عقاري؟ اه يا حبيبتي ضروري النهارده. انا عندي ميعاد معاه النهارده بعد الظهر. على فكرة أنا هرفع قضية سب وقصب ضد وحيد إسماعيل. من فضلك اوعي تعملي حاجة بالشكل ده يا ماما، أنا مش موافقة خالص على اللي أنت بتقوليه، وإلا أنا كمان مش هعمل التوكيل. يعني إيه؟ هتسيبيه يبهدل فيكي بالشكل ده؟ المسألة مسألة مبدأ. أنا طول عمري ضد قانون حبس الصحفيين، وبعدين ما بقاش فيه صحفي بيتحبس. المسألة مسألة شرف. وحيد إسماعيل أنا اللي هعرف أرد عليه بنفسي. كلمة قصاد كلمة، ألم قصاد ألم، وهو ده الشرف. هتفضلي طول عمرك على نياتك. انت مش شايفه كل يوم والتاني بيكتب عليكي ايه؟ ماما ارجوكي، الكلام في الموضوع ده لازم يتقفل. انا اللي هعرف ارد عليه. عن اذنك. كنت منورانا يا ست الكل. كتر خيرك يا عم عبد الله. مربي راح لحد المطبعه وجاي حالا. هستناه. وحضرتك هتنوري مكتبك امتى؟ قريب ان شاء الله. تأمريني بحاجة؟ كتر ألف خير. ازيك يا ريان؟ أهلا يا أستاذ مراد. أنا آسف تأخرت، كنت في المطار. ولا يهمك، أنا اللي آسفة عشان جيت من غير معايا. لا ده أنت تشرفي في أي وقت، المكتب مكتبك. جبتي الورق؟ الحقيقة مفيش ورق. أنا جاية لك عشان موضوع تاني خالص يهمني جدا. تيتو أموري. رشدي السويفي، إيه رأيك فيه؟ رشدي السويفي ده صحفي ناجح وكاتب هايل. كان زميلي وصديقي. بس عيبه الوحيد إنه بيشتغل مع وحيد إسماعيل. ولو قلت لك إنه هيقدم استقالته من عند وحيد إسماعيل. بتتكلمي جد؟ هو كان عندي النهارده وكان سير جدا من اللي بيعمله وحيد إسماعيل. وفي الحقيقة أنا وعدته إني أكلمك عشان يجي عندنا هنا في الجريدة. أخيرا قلتيها، عندنا هنا في الجريدة. ريهام أنا عايزك ترجعي تكتبي تاني من فضلك. أنا وعدتك إني هرجع، بس النهاردة أنا جاية عشان موضوع رشدي السويفي. أوامرك. ممكن يجي يشتغل مع حضرتك هنا؟ آه طبعا، بس حددي لي ميعاد معاه. هو حساس شوية، ممكن بعد إذنك أنت اللي تطلبه. للدرجة دي يهمك أمره؟ أنا يهمني إني أنقذه من إيد وحيد إسماعيل. يهمني إنه يتأكد ويبقى عنده ثقة في نفسه إن ألم عمره ما هيكون حجر لحد. مفهوم مفهوم. ده الكارت بتاعه وفيه نمرة التليفون. حاضر. رشدي باشا، أنا عايزك تجمع عندي النهاردة في الجريدة. معاك مراد طاهر. الله يسلمك، أخبارك إيه؟ طب عال عال. خلاص أنا هستناك النهاردة الساعة 5 إن شاء الله. مع السلامة.
كويس كده؟ ميرسي قوي حقيقي بجد، مش لاقية كلمة شكر توفيك حقك. أنا بس عايز أطمن عليكي، عملتي إيه؟ أنا؟ ما بعملش أي حاجة، بحاول بس أفوق من اللي أنا فيه. ماما النهاردة هتروح لمروان العبد وهو اللي هيتصرف. مروان العبد ده محامي كويس قوي. تعرفه كويس؟ طبعا، مروان مفيش قضية بتخرج من إيده. كويس قوي. تسمح لي أستأذن، أنا عطلتك كتير. لا تستأذني، ده إيه؟ ده أنا هموت من الجوع ولازم نتغدى سوا. لا ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، هنتغدى سوا يعني هنتغدى سوا. يلا بينا. اتفضل. برافو عليك يا فؤاد، هايل. الصورة دي تساوي عندي كتير قوي. أنا عايز أعرف أنت هتعمل إيه بالصورة دي؟ مش مهم تعرف دلوقتي، بعدين هبقى أفهمك. المهم صورة واحدة تكفي، مش مهم كل تحركاتها. فاهم؟ مفهوم يا باشا. يا بنتي افهميني، دي صورة عادية جدا وفي مكان عام، ومراد طاهر معروف إنه صحفي، وأنتي صحفية، قلقانة من إيه بس؟ قلقانة؟ قلقانة من الشوشرة اللي ممكن تحصل يا هالة. دي كارثة، مصيبة. أنا مش عارفة اللي خد الصورة دي ممكن يعمل بيها إيه؟ ده ممكن يعمل عليها ريبورتاج ويعلم، ممكن يقول إيه كمان؟ وأنتِ ما تعرفيش مين اللي خد لكم الصورة دي بس. للأسف هتجنن. اللي خد الصورة دي خدها في المطعم، عارفة؟ كان موجود أدهم بالصدفة. كنت محرجة جدا. يا ريتني كنت مت، يا ريتني كنت مت وارتحت زي اللي مات. سيبني الفضايح. يا ريان حبيبتي، ما فيهاش حاجة أبداً. أي حد في الدنيا ممكن يتغدى مع زميله، وانت يا معروفة إنك بتشتغلي معاه في مكان واحد، في جريدة واحدة، بس في إيه؟ أستاذ مراد. أيوة أستاذ مراد. معرفتش برضو مين؟ طب لو ما كانش هو، تفتكر مين اللي عمل كده؟ مين بس مين؟ هعرف يا ريان، هعرف. لا اطمني خالص ارجوكي، ما تقلقيش. خلاص مع السلامه. ايوه خليه يتفضل. اهلا اهلا، ازيك يا رشدي؟ ازي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. وحشنا يا راجل والله. الله يخليك. اكيد رح حكيت لحضرتك اللي حصل كله. اه بس انا عايز اسمع منك، وقبل ما اسمع منك قول لي قدمت استقالتك ولا لا؟ يعني تقريبا. مفيش حاجه اسمها تقريبا. بكره الصبح ان شاء الله تروح تقدم استقالتك وتجي لي على هنا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. صعب جدا ان الواحد يمسك القلم بايد حد تاني، بفكر حد تاني. صعب جدا. ريهام بتبعد عني يا عادل، زي ما تكون بتنتقم من كل اللي حصل لها قبل كده، ماضيها كله محاصرها. اديها فرصة يا ادهم، اديها فرصة. ريهام دلوقتي في حالة غضب، بدليل ان عندها التهاب في الاعصاب، وده بداية حالة ديبريشن، واحنا مش عايزين نزودها. اللي حصل لها ما كانش قليل، عشان كده لازم تديها فرصة. الفرصة سرقها مني مراد طاهر. كل ده عشان شفتها بتتغدى معاه. مش عارف يا عادل، مش مدياني فرصة اساعدها، مش مدياني فرصة اتفاهم معاها، واقف قدامها ساكت مش عارف اتصرف.